السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب من فضل الله. لي سؤال إذا أذنت لي. تفضل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يخفف عن المؤمن؟ أن يوم القيامة يخفف فيه عن المؤمن؟ أه؟ لا، في آيات كثيرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والمفهوم المخالف وكان يوما على الكافرين عسيرا، يقول الكافرون هذا يوم عسير، فالمفهوم المخالف أن أهل الإيمان يخفف عنهم ذلك اليوم. نعم، شدة على الجميع بعد ذلك تؤول إلى تخفيف ورحمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يشدد علينا أبدا يا رب يا رب يا رب. اللهم أمين اللهم أمين. جزاكم الله خير. في حديث ضعيفة في هذا الصدد يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. لا يصحح هذا الخبر، ضعيف. نعم. جدا. نعم، الله يسلمك. جزاكم الله خيرا.